بمشاركة المؤتمر العلمي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة. هؤلاء الأساتذة لكي يوضحوا الخطط والطموحات. للأسف يعني we spend a lot of money من هالشيء الغبر. طب الحقيقة للأسف يا من دولارات دحيناها نتيجة وللأسف التوقف. The original drilling اللي هو الحفر المائل أو الموجة وده بيرا هاي كوست. فور إكزامبل بالنسبة للويل اللي هو فتح أخيرا والكباسة بتاعته 3000 بارل بير داي. كل من أسهم من قريب أو من بعيد في إعداد هي لو طلع من التلوث كان أحد الشركات حتكون سبب في التلوث الحقيقي. عملية الماء هي تعرف تخريف الموقع عملية تسحب الوقود بس وردنا فيديو للجانب هواء كان في الوقت هذا الديزاين لازم الديزاين المطار بتاعك بطريقة يعني عشوائية مش مدروسة تصرفات بعض سيطرة من باي معين تم تسرب لا باب عندك بحيرة محدودة هل يمكن استخدام نفس الطريقة؟ هذه تفصيل للتكوين الصخري للمنطقة. الدكتور موسى المقريف رئيس المؤتمر العلمي الخامس للبيئة والتنمية المستدامة بمناطق الجافة وشبه الجافة ورئيس جامعة الجدابية. اليوم في هذا الصباح انطلق فعالية المؤتمر الخامس للبيئة والتنمية المستدامة الذي ترعى المؤسسة الوطنية للنفط وتنظمه جامعة الجدابية. فعالية هذا المؤتمر لمدى يومين سوف ينطلق تحت إشراف جامعة الجدابية. هذا المؤتمر حقيقة يعني ضم العديد من المشاركين من مختلف الجامعات الليبية الذين كان لهم مشاركات بأوراق علمية. وصلت عدد الأوراق العلمية المقدمة إلى حوالي 250 ورقة علمية. تم قبول حوالي 140 ورقة علمية وهي موجودة. طبعا هذا المؤتمر زي ما ذكرت هو برعاية المؤسسة. تم إصدار كتاب عن هذا المؤتمر ولأول مرة يصدر كتاب عن المؤتمر العلمي الخامس بفضل مشهدات المؤسسة الوطنية للنفط وأيضا بفضل مشهدات السادة المشرفين على إعداد هذا الكتاب وعلى إعداد والإشراف والملخصات العلمية. حقيقة زي ما ذكرت هي طبعا تنظيم جامعة الجدابية لأن أهداف الجامعات هي التركيز على العملية البحثية وجامعة الجدابية تحاول قدر الإمكان المحافظة والدفع بالعملية البحثية بجانب العملية التعليمية التقليدية وهي منح درجة البكالوريوس والليسانس إلا أن الدور العملية البحثية مفقود في ليبيا حقيقة ليس لأسباب عزوف أعضاء التدريس وإنما هي لأسباب الدعم اللوجستي وتنظيم مثل هذه التظاهرات. هذا المؤتمر زي ما ذكرت هو دورته الخامسة اللي انطلق من سنة 2012 في مدينة جدابية والآن نحافظ المحافظة على ديمومة هذه التظاهرة العلمية التي تنظمها جامعة جدابية وفي مدينة جدابية التي تضم العديد من المشاركين. هذا المؤتمر الذي نأمل منه الخروج بتوصيات مهمة جدا جدا في مجال البيئة والتنمية المستدامة التي باتت اليوم ملحة بحكم موقع مدينة جدابية. موقع هي عاصمة الهلال النفطي تقع بين الشركات الوطنية اللي هي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والتي نحاول بإذن الله تعالى تسليط الضوء على العديد من المشاكل ومساهمات الشركات في حل هذه المشاكل والقضاء عليها ومساهمة أيضا هذه الشركات في البنية والبنية التحتية لهذه المناطق المجاورة وكذلك للمساهمة في البنية المستدامة لكل مناطق ليبيا وبشكل خاص مدينة جدابية بحكم أنها تقع بين أكبر الشركات الوطنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. بإذن الله تعالى سوف يكون الاختتام يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى اللي وافق يوم 25 وسوف تكون هناك توصيات وقرارات مهمة تخص جميع محاور المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر برعاية كاملة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريغا وشركة راس الأنوف لتصنيع النفط والغاز. الحقيقة نشاط المؤسسة كبير في جانب دعمها للمؤتمرات العلمية والمحافل الدولية في ليبيا في جميع أنحاء ليبيا. الحقيقة هذا من ضمن المؤتمرات اللي تعنى بمشاكل البيئة بصفة عامة سواء تلوث نفطي أو تلوث صناعي أو ملوثات أخرى.
بنبينوا دور المؤسسه وحرصها الكبير في هذا الجانب. طبعا المؤسسه دائما راعيه لهذه المؤتمرات، بالاضافه لها طبعا اهتمامها كبير بالجانب البيئي، ومن خلال ان هي في هيكلتها الاداريه والتنظيميه عندها ادارات اللي هي الصحه والسلامه والبيئه تعنى بهذه المشاكل البيئه. هذا يدل على شيء، يدل على حرص المؤسسة وتوجهات الأخيرة فيما يخص البيئة وحماية البيئة والتنمية المستدامة. الحقيقة كان متابع لنا السيد رئيس مجلس إدارة الأستاذ مصطفى صنع الله، أيضا الأستاذ جدالله كان مفروض جدالله العوكري كان مفروض يكون اليوم حاضر معنا، ولكن نتيجة ظروف معينة فتخلف علينا. والحقيقة كانوا يتابعوا فينا أول بأول حتى ساعات مبكرة لهذا الصباح. نسأل الله السداد والتوفيق لبحاتنا المجتمعين. أيضا عندنا ورقة حنوضح فيها مدى اهتمام المؤسسة الوطنية للنفط بالبيئة وحرصها على أن صراحة نكون عندنا حسن الجوار، سواء كانت مناطقنا في قرب الحقول أو قرب المواني النفطية. وفي الحقيقة تميز هذا المؤتمر بمشاركة فعالة للمؤسسة الوطنية للنفط، بحيث كانوا هم الداعمين لهذا المؤتمر، وأيضا كان لهم نصيب الأسد في المشاركة من حيث وضع العديد من المحاور التي تندرج تحت نشاطات المؤسسة، وأيضا المحاور البيئية العامة باعتبار الشركة أو المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها مهتمة كثيرا بالتنمية المستدامة ولها إدارة خاصة بالتنمية المستدامة، وأيضا مهتمة بخدمة المجتمع التي يقع في نطاق نشاط شركات المؤسسة وأيضا المجتمع الليبي ككل. فكانت مساهمة تميزت بمشاركتهم الفعالة في فعاليات هذا المؤتمر الخامس، ولهم العديد من المحاضرات سيشاركوا بها في هذه التظاهرة الكبيرة. ويسرني كأحد أعضاء اللجنة العلمية لهذا المؤتمر أن أشكر المؤسسة على دعمها اللامحدود لهذا المؤتمر، ولولا دعم المؤسسة لما استطعنا القيام بهذا المؤتمر. فلهم منا التحية والشكر والتقدير على مساهمتهم، ونتطلع إن شاء الله اليوم لمحاضرة عامة فيها ثلاثة من الأساتذة البارزين تابعين للمؤسسة الوطنية للنفط، وستكون هي المحاضرة الافتتاحية لهذا المؤتمر.